الخبر ده مهم أوي، مهم أوي. موقع روسيا اليوم، عارفين حضراتكم عندنا معرض مصر للطيران والفضاء اللي هيكون في العالمين إن شاء الله يوم من 3 ل 5 سبتمبر القادم، والمعرض الأول المهم جدا جدا المعرض ده. ده معرض هيكون تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيشارك فيه يمكن أكثر من 300 شركة عالمية في الطيران المدني والطيران العسكري. روسيا اليوم عاملين تقرير مهم، القوات المسلحة نشرت فيديو برومو للمعرض، وظهر فيه هذه المقاتلة، ايوه المقاتلة ميج 29. طب نسمع يلا نسمع البرومو. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية عسكرية موجهة بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي. قريت التقرير اللي صادر على روسيا اليوم، بيتكلموا فيه على المقاتلة ميج 29، دي المقاتلة الروسية بالمناسبة، دي واحدة من طرازات الحديثة، المقاتلة الحديثة. ويكون معنا لواء دكتور لواء طيار دكتور هشام الحلبي حالا، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اتكلمنا عن المعرض أولا، ونتكلم عن المقاتلة، هذه المقاتلة. فروسيا عاملين، مصر تكشف عن مقاتلة روسية معدلة بتسليح مرعب. ده مين اللي عامل؟ روسيا اليوم عاملين التقرير ده، بيتكلموا على المقاتلة الميج 29، وقالوا كده التسليح المرعب، واتكلموا وعملوا تقرير مطول انه صواريخ جو قصير المدى، صواريخ جو بعيدة المدى، صواريخ تكتيكية كذا، وعاملين يعني وصواريخ مش عارف من انواع معينة واللي تصل مش عارف ل 120، بيتكلموا كمان على انواع اخرى خاصة بالسلاح التكتيكية، يعني عاملين تقرير مطول عن المقاتلة ميج 29، واللي قالوا كده مقاتلة روسية معدلة بتسليح مرعب.